السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتنا المدرسة للجميع. قناة تعليمية تعلمية هدفها شرح وتبسيط المعلومة للمتعلمين والمتعلمات من أجل تحصيل أكبر عدد من النقاط. على بركة الله نبدأ فيديو اليوم، الدرس 14، محيط المربع والمستطيل، صفحة 68، تعلمات سابقة الأشكال الهندسية والقياس. القياس العددي أهداف تعلم التعرف على محيط ومحيط المربع والمستطيل ووظيف قواعد حساب المربع والمستطيل في حل الوضعيات المسألة. وهل أكتشف وأتمرن؟ أولا أحسب طول السلك الحديدي اللازم لتسييج زربية الحيوانات. أثناء الزربية ديال الحيوانات هذه بغينا نسيجوها، نديرو لها سياج يعني الزرب، بغينا نزربوها أو نغلقوها كل واحد كيفاش كيعبر عليها. وعندنا هنا واحد المعطيات، شنو كتقول لينا؟ بان ابي 10 متر باش نسيجو هاد البلاصه هادي، خصنا 10 متر ديال السياج. بي سي خصنا 18، سي دي خصنا 14، دي ا خصنا 12. اذا احسب طول السلك الحديدي، اذا باش نلقاو هاد الاجزاء هادو شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو ابي زائد بي سي زائد سي دي زائد دي ا. اذا قوموا بعملية الحساب لهاد الأضلاع هادو. عندنا أ بي تساوي 10، بي سي تساوي 18، سي دي تساوي 14، دي أ تساوي 12. دابا نديرو بعملية زائد، صفر زائد 8 8 12 14، اكتب 4 واحتفظ بالواحد هنا، 1 2 3 4 5. اذا الجواب هو 54 مترا. اذا الجواب هو 54 متر. اذا طريقة الحساب غادي نديرو 10 زائد 18 زائد 14 زائد 12 تساوي 54 مترا. اذا السياج الحديدي اللي غادي نحتاجو هو 54 متر، غادي يكون في الطول ديالو 54 متر، لان هذا الضلع زائد، اذا هذا الضلع هذا زائد هذا الضلع هذا زائد هذا الضلع هذا زائد هذا الضلع هذا كيساوي لنا 54 متر. ننتقلوا اذا السؤال الثاني، سؤال رقم 2. إذا المحيط الزربية هو 54 مترا. أحسب محيط الشكل وأملأ الجدول. هذا محيط الشكل معبر عنه بالوحدة الصغيرة وبالوحدة الكبيرة. إذا نبدأ بالوحدة الصغيرة، الوحدة الصغيرة مربع، يعني كل مربع كيساوي لنا وحدة من هذه الوحدة الصغيرة، نسميه الوحدة الصغيرة. نبدأ بالشكل واحد، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إذا محيط الشكل بالوحدة الصغيرة 10. ندوزو الاثنان، اثنان واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16. إذا هو 16، ثلاثة يعني المحيط ديال الشكل ثلاثة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و 20. الشكل أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 هو 14. إذا المحيط الشكل معبر عنه بالوحدة الكبيرة، الوحدة الكبيرة يعني كل جوج كيعطيونا شكل واحد، يعني كل جوج كيعطيونا واحد يعني مساحة، واحد جوج هذا شكل، جوج جوج ثلاثة أربعة خمسة. إذا هو خمسة، نزول شكل جوج، واحد واحد جوج ثلاثة أربعة ستة سبعة ثمانية. إذا هو ثمانية، نزول هاد الشكل هذا، واحد جوج هذا وهذا ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إذا هذا كيمثل لينا سبعة. نزول الشكل ثلاثة،
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة، هذا كيمثل لينا عشرة. هنا غادي نكونو سالينا من التمرين رقم جوج باش ننتقلو للتمرين رقم ثلاثة. أنقل أطوال أضلاع الشكل الأخضر على المستقيم الأخضر انطلاقا من النقطة الخضراء باستعمال البركار، ثم أنقل أطوال الأضلاع الشكل الأحمر على مستقيم أحمر. إذن غادي نستعملو البيكار في هاد الحالة هادي، يعني ناخد البيكار ديالي نبداو بالشكل الأخضر، إبرة هنا الطرف الثاني، ثالث جانب، الجهة الرابعة. هنا ناخد مسطرة باش نجمع بيناتهم. شوفوا عاوتاني الشكل الآخر، عندو أكبر مساحة فيه، هادي هنايا، شوفو المساحة، نشوفو المساحة هادي لي هي تاهي كبيرة، فيما توقفنا كنوضعو عاوتاني الشوكة، ندوزو هاد المساحة هادي، عبرناها. إذن مازال لينا شوف شحال المساحة عندنا، واحد جوج، إذن مازال لينا هادي هيا، مازال لينا هاد الصغيرة هاهي. قارنوا محيطي الشكل، قارنوا الأحمر والأخضر، إذن الشكل الأخضر أصغر من الشكل الأحمر، إذن الشكل الأحمر أكبر الشكل الأحمر أكبر من الشكل الأخضر. استعمل مسطرة مدرجة وأحسب محيط كل شكل. إذا نبداو هاد المثلث هذا نبداو نحسبو، عندنا جوج سنتيم، جوج سنتيم زائد أربعة سنتيم ستة، زائد تلاتة ماشي، إذا هنا شفنا تسعة سنتيمتر. نشوفو هادي هنا واحد سنتيم، واحد هنا جوج، جوج وربعة ستة، وربعة أخرى عشرة، إذا هنايا عشرة سنتيم، هنايا ثلاثة زائد اثنان خمسة، تأكدوا من هذا جيدا، عفوا هنا خمسة خمسة، وهنايا وهنايا اثنان سبعة، وهنا تلاتة عشرة، وهنايا جوج هي اثنا عشر، إذا اثناش سنتيم.
هاد العدد غادي يكونوا سيرين من تمارين صفحة 68 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. لنضرب لكم موعد جديد مع فيديو آخر في قناتنا التعليمية. إلى اللقاء.